قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى. اقرأ بها خبر الحياة مواعظا وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله عز وجل أن يشرح به الصدور وينير به القلوب. ذكرنا في الحلقة الماضية قصة ذي القرنين، ذلك الملك الصالح الذي تجول في الأرض يدعو إلى الله جل وعلا، ومن قصص رحلاته ذكرنا قصته مع القوم الذين لا يكادون يفقهون قولا، وأخبرناكم كيف بنى السد بالقوة التي أعطاه الله عز وجل إياها، بنى السد بين الجبلين فحجز أمة من الأمم. أي أمة؟ إنها أمة المفسدة في الأرض، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فسادهم عظيم، فسادهم رهيب، ولهذا حجز عنهم بذلك السد الذي بناه من حديد ونحاس. فما قصة يأجوج ومأجوج؟ ومن أين جاءوا؟ ومن هم؟ وما أشكالهم؟ يأجوج سمي يأجوج ومأجوج من أجة النار أجيجا، أو يقال للماء المالح، الماء الأجاج شديد الملوحة. وكذلك إذا ماجت الأرض أي اضطربت، ولهذا جاء في الآية حتى يعني إذا فتحت يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، ماجت الأرض، ماجت النار من موج المياه أي ملوحتها، الله أعلم من أي الأسماء اشتقت، المهم أنهم قوم اسمهم يأجوج ومأجوج، عددهم رهيب ليس بالعدد القليل. حتى جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن مشهد من مشاهد يوم القيامة، قال ينادي الله عز وجل آدم فيقول يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك، أي يستجيب لربه جل وعلا والناس يستمعون، فيقول الله عز وجل لآدم أخرج بعث النار، أخرج أهل النار، أبعدهم، صنفهم. وآدم عليه السلام وهو في السماء يرى ذريته من أهل الجنة وذريته من أهل النار، فيقول الله لآدم أخرج بعث النار، فيقول آدم عليه السلام وكم أخرج يا رب؟ يعني أنا ما أعرف عددهم. والله عز وجل هو العليم، هو الحكيم، يقول الله عز وجل لآدم، شوفوا شو يقول، يقول أخرج من كل 1999 في النار وواحد في الجنة، فذاك يوم يشيب فيه الولدان، وذاك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وذاك يوم عظيم فيشتد الخطب على الناس، فيقول الصحابة يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ واحد من 1999 في النار وواحد في الجنة، إيش هذا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من يأجوج ومأجوج
999 ومنكم واحد، أي هدأهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الذي يخرج منه أهل النار، من ذلك المجموع، من ذلك الجزء من البشر. ترى 999 لستم أنتم المقصود الذي ينادى آدم أن يخرج أن يخرجه، هم قوم يأجوج ومأجوج. وتخيلوا لو كان عددهم 999 وحنا واحد، تخيلوا كم سيكون عددهم في ذلك الزمان الذي يخرجون فيه. ولهذا لما بنى السد ذو القرنين قال هذا من فضل ربي، ذلك ما مكنني فيه ربي، هذه نعمة من الله عز وجل، لست أنا الذي بنيت السد بينكم وبينهم، الله أعطى القوة لذي القرنين. ثم قال فإذا جاء وعد ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي هذا من علامات يوم القيامة ليس الآن. إذا جاء وعد ربي أي اقتربت الساعة وجاء أشراطها جعله دكا، دك السد هذا كله لكنه إلى الآن لم يدك. يأجوج ومأجوج قوم الصحيح بالأدلة أنه من ذرية آدم، ولعل البعض يستغرب، نعم هم من ذرية آدم يعني من بني البشر، ليسوا مخلوقات فضائية كما يزعم البعض، وليسوا حيوانات، وليسوا من الجن، لا هم من ذرية آدم عليه السلام، لكن خلقهم يختلف. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم قال صغار العيون، ظلف الأنوف، عراض الوجوه، كأن وجوههم المطرقة، لهم صفة تشبه في ذلك الزمان أهل الترك، صفاتهم لهم ميزة في أشكالهم، عندهم فساد لا يعلم به إلا الله، إذا أخرجوا على البشر لا يدعون أخضر ولا يابس إلا وأتلفوه. وسوف نعرف في آخر الزمان إذا خرجوا ماذا يصنعون. يأجوج ومأجوج الآن محبوسون في مكان في الأرض، عددهم رهيب، فسادهم عظيم، والغريب أن العالم اليوم بالتكنولوجيا التي يملكها والأقمار الصناعية والأشعة والأجهزة والمسح الضوئي على الأرض كلها، السؤال ما بالهم لم يكتشفوا مكان أولئك القوم. قد يقول البعض لا نصدق العلم البشري ونكذب القرآن ونكذب السنة، ما نصدق القرآن والسنة نصدق العلم، نقول لا ما في شيء اسمه يأجوج ومأجوج. نقول لأولئك الذين لا يؤمنون أصلا بالقرآن والسنة، أولئك الذين ارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، بل كذب علم البشر وصدق القرآن وصدقت السنة. نعم القرآن والسنة لا يتخلفان أبدا، قد اليوم ما نرى لكن يوم من الأيام إن أحيانا الله سنرى الأمر على وجه الحقيقة. ولتعلمن نبأه بعد حين، سنريهم آياتنا في الآفاق، سيري الله عز وجل البشر آياته، ويخرج يأجوج ومأجوج ومن كان مكذبا بهم فسيهلكه الله عز وجل. لكن أهل الإيمان تصديق أي شيء يأتي به الله عز وجل في كتابه أو في سنة نبيه فإننا نصدق ونسلم، نسلم والله مهما ذكر القرآن فإنه صادق، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بحديث صحيح روي عنا بحديث صحيح إلينا حديث صحيح إلا هو وحي من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بل الله عز وجل يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يوم من الأيام دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته زينب بنت جحش، فقال لها ويل للعرب
ويل للعرب من شر قد اقترب. الشر قد اقترب وويل للعرب من هذا الشر. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هكذا. السد بدأ الآن ينخر وفي أحد النبي فتح قدر هكذا. فقالت زينب رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فينا العابدون؟ فينا المخلصون؟ فينا المتصدقون؟ فينا الصائمون؟ فينا الراكعون الساجدون؟ هؤلاء ما ينفعون إلا أنفسهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال نعم يعني نهلك وفينا الصالحون بشرط إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث في أمة الإسلام وفي أمة العرب خلاص هلك الناس جميعا. ما يشفع لهم أن فيهم إنسان يصلي، فيهم ناس تتصدق، فيهم ناس تقرأ القرآن، فيهم أناس يذكرون الله، بل قد يبدأ العذاب بهؤلاء. ليش؟ لأنهم ما تحركوا وما تكلموا. يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم في هذا السد، وبدأ السد ينخر في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع هذا البعض منا لا زال غافلا، لا زال في غفلته، لا زال لم يستعد لزمان يأجوج ومأجوج. السد الذي بناه ذو القرنين بين الناس البشر جميعا وبين يأجوج ومأجوج نخر، فتحت فيه فتحة، والقوم يحفرون كل يوم وهم مفسدون في الأرض، والله لن يدعوا فيها صغيرا ولا كبيرا، رجلا ولا امرأة، أخضر ولا يابس، بل البحيرة بأكملها يشربونها. ومع هذا الناس غفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، غفلة، له بعد يأجوج ومأجوج، يوشك أن ينهار السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا. حذرهم ذو القرنين، سيأتي يوم السد ما رح ينفعكم، سيأتي يوم ينطلقون في الأرض، وتخيلوا آلاف السنين محبوسين، آلاف السنين وهم محبوسون في ذلك المكان. ماذا تتخيلون أنهم سيفعلون إذا هدم السد أمامهم؟ ماذا سيصنعون بالبشر؟ أين سيتوجهون في بادئ الأمر؟ ومن سيجابههم؟ وكيف سيكون القضاء على هذه الأمة إذا انطلقت تجوب الأرض كلها؟ يأجوج ومأجوج، فتنة من عند الله عز وجل، اختبار للبشر، من سيصبر، من سيتحمل، ومن سيستسلم أمامهم، ومن سيقف في مواجهتهم. خلكم وإيانا نكمل قصة يأجوج ومأجوج لكن بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. جاء في بعض الأحاديث أن يأجوج ومأجوج وهم يحفرون كل يوم في هذا السد فيخرقون هذا السد ويصلون إلى مرحلة يوشك أن يهدم هذا السد، فيأتيهم التعب والنصب، فيقول بعضهم لبعض لنذهب وننام ونكمل غدا، خلاص من شدة التعب الله عز وجل يعني يقدر أنهم ينامون، يقول نذهب ونرتاح ونكمل الحفرة غدا، ولو أكملوا غدا لانهار السد كله، لكنهم ما يقولون إن شاء الله. فلهذا إذا استيقظوا غدا وجدوا السد عاد كما كان. لما؟ ما يقولون إن شاء الله، لا يستثنون، ولهذا يرجع السد مرة أخرى. فإذا أذن الله عز وجل
أن ينهار السد ويجعله دكاء، إذا أذن الله عز وجل فإنهم يقولون نكمل غدا إن شاء الله. فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا في اليوم الثاني وجدوا السد كما كان في اليوم الذي قبله، فيحفرون فيجعله الله دكا وينهار السد كله. متى يحصل هذا؟ ومتى ينهار السد وينطلق يأجوج ومأجوج؟ الأحاديث في آخر الساعة تبين أن زمن يأجوج ومأجوج يسبقه زمن الدجال، وبعد الدجال يأتي عيسى بن مريم، وقبل الدجال كان المهدي موجودا. إذن هي أثناء علامات الساعة الكبرى، المهدي ظهر، الدجال خرج، عيسى بن مريم نزل، قتل عيسى بن مريم الدجال، لأنه لا أحد يقتل الدجال إلا عيسى بن مريم. فإذا قتله عيسى بن مريم وفرح الناس وفتح بيت المقدس وفتحت فلسطين التي كان يختبئ فيها الدجال واليهود الذين معه، فيقتلون شر قتلة وينتصر أهل الإيمان وترتفع المعنويات مرة أخرى، ويحكم فيهم عيسى بن مريم وهم في ظل فرحهم، يأذن الله عز وجل أن يقول يأجوج ومأجوج إن شاء الله، فيأتون في اليوم الثاني ويهدمون السد مرة أخرى. فإذا هدم السد وانهار حتى إذا فتحت يأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لا يدعون إنسان إلا وقتلوه، بل لا أخضر ولا يابس إلا وأكلوه، ولا نهرا ولا بحيرة إلا وجففوها وشربوها كلها. يبدأون هم والله أعلم في جهة المشرق من الأرض، يخرجون من تلك البلاد التي الله أعلم بها، فيجوبون الأرض لا يقف أمامهم أحد، يسمع بهذا، يوحي الله عز وجل بهذا إلى عيسى بن مريم. عيسى موجود، ويأجوج ومأجوج خرجوا، عيسى معه جيش الإيمان الذين قتلوا الدجال وأصحابه، لكن الله عز وجل يقول لعيسى بن مريم قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لن يستطيع أحد أن يقاتلهم، حتى أنت يا عيسى وجنودك لن تستطيعوا عليهم، هؤلاء يأجوج ومأجوج غير، ماذا نفعل يا رب إذن؟ قال حرز عبادي، اهرب أنت والمؤمنين. أين يا رب؟ إلى الطور، إلى جبل، جبل اسمه الطور. اخرج يا عيسى أنت وأهل الإيمان واهربوا إلى ذلك الجبل. طبعا الآن هم متوجهون إلى جزيرة العرب، يأجوج ومأجوج مباشرة إلى هناك، لأن في هذه الأرض مهبط الأنبياء، في هذه الأرض أرض المباركة وفيها الملاحم وفيها كل شيء، من جنوبها إلى الشام شمالها، هذه الأرض كل أحداث التاريخ والساعة فيها. فيتوجه يأجوج ومأجوج إليها، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. تخيل أشكالهم، من بين الجبال يخرجون، من كل فج في الأرض يسيرون. فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يوم يأذن الله عز وجل فيموجون ويختلطون في الناس اختلاطا، يقتلون البشر جميعا، وكلما دخلوا قرية أفسدوها ودمروها، من قرية إلى أخرى، من بلد إلى آخر. وعيسى بن مريم أخذ المؤمنين وأسرعوا إلى الجبال، ماذا يفعلون؟ يدعون الله جل وعلا، يستغيثون بالله،
ما عندهم حتى الطعام قليل، حتى الزاد قليل، ويمكث يأجوج وماجوج في الأرض ما شاء الله. في ذلك اليوم من لم يكن مع المؤمنين وعيسى ابن مريم ماذا سيفعل؟ ماذا سيصنع أمام تلك الأمة من الأمم؟ واقترب الوعد الحق، أي بخروج يأجوج ومأجوج، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. الناس يصيحون، الناس يبكون، لكن ما ينفعهم، كل هذا لا ينفعهم. يصل يأجوج ومأجوج إلى بحيرة اسمها طبرية، فيبدون يشربون الماء منها، ويأتي الذين بعدهم هم أفواج، هم أمة عظيمة، يدخلون ويشربون ويشربون ويشربون، حتى إذا وصل آخرهم إلى هذه البحيرة قال قد كان في هذه ماء. يوم من الأيام كان في هذه البحيرة ماء، لكن جفت البحيرة كلها، انتقلوا في الأرض كلها. تخيلوا، لا يدعون طعام، لا يدعون بيت إلا دخلوه، ولا مسكن إلا اقتحموه، ولا إنسان إلا قتلوه، ولا أخضر ولا يابس إلا وأكلوه. أي أمة من الأمم هذه؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فسادهم عظيم. وعيسى بن مريم الآن يدعو ربه عز وجل، عيسى بن مريم يرفع يديه والمؤمنون يؤمنون، يدعون الله جل وعلا، حتى صار الطعام قليلا عندهم، ونفد الزاد عند عيسى بن مريم وأصحابه، فدعا الله جل وعلا أن يخلص الأرض من يأجوج ومأجوج. ثم أمر عيسى بن مريم أصحابه، من منكم ينزل فيرى الخبر ما الذي حصل، لا زالوا موجودين أم قضى الله عز وجل عليهم؟ من منكم ينزل وهو خير من على الأرض اليوم؟ من ينزل وهو رفيقي في الجنة؟ لا أحد، الناس خائفة. حتى قام رجل هو من خير الناس يومئذ دينا وأمانة وشجاعة، فإذا به يخبر عيسى بن مريم أنني سأنزل، وفعلا نزل هذا الرجل من عند عيسى ابن مريم من الجبل من الطور، نزل إلى الأرض ينظر. تعرفون ما الذي حصل لأولئك القوم؟ ما الذي حدث ليأجوج ومأجوج؟ أرسل الله عز وجل عليهم جنديا من جنوده. ملك؟ لا. إذا ملائكة؟ أيضا لا. ما الذي أرسله الله عليهم؟ ريح؟ لا. عواصف؟ لا. براكين؟ لا. زلازل؟ لا. أرسل عليهم النغف. وما النغف؟ دود، دود يوجد في آذان الإبل والأنعام، دود يسبب الأمراض. هذا الدود أرسله الله عز وجل على هذه الأمة من أبناء آدم وهم يأجوج ومأجوج، انتشر المرض هذا فيهم فأهلكهم الله عز وجل كنفس واحدة، صرعى قتلى كلهم كما يقتل إنسان واحد، كنفس واحدة. يعني لم يمت جزء ثم جزء ثم جزء، لا 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 لا، كلهم ماتوا صرعى، صاروا كنفس واحدة. فلما رأى هذا الرجل الأرض كلها، شاف من بعيد الأرض مملوءة بالجثث، الأرض مملوءة بنتنهم، أسرع إلى عيسى بن مريم يخبره: يا نبي الله، يا روح الله، يا عيسى بن مريم، أهلكهم الله عز وجل. فاستبشر أهل الإيمان وفرح المؤمنون الصادقون، ونزلوا من الجبل مرة أخرى إلى الأرض، فوجدوا الأرض على مد البصر كلها جثث، الرائحة قد أنتنت، الجيف قد تعفنت، زهمهم ونتنهم قد ملأ الأرض كلها. أي حياة ستطاق الآن في الأرض؟ ما في حياة. فرفع عيسى بن مريم يديه إلى السماء
يدعو الله عز وجل أن يخلص الأرض من نتنهم ومن زهمهم، فأرسل الله عز وجل طيور أعناقها كالبخت. هذه الطيور العظيمة جاءت تحمل هذه الجثث والناس ينظرون، تخيلوا آخر الزمان، الطيور تحمل هذه الجثث وتبعدها، تحمل هذه الجثث وترميها في البحر لتنظف الأرض منهم. لكن الأرض إلى الآن ما نظفت، لا زالت دماؤهم ونتنهم وقدرهم، الطيور شالت الجثث لكن الأرض لا زالت ملوثة. فأرسل الله عز وجل مطرا غسل الأرض كلها، ثم بدأت الأرض ببركتها مرة أخرى. هؤلاء هم قوم سموا يأجوج ومأجوج. كيف الخلاص منهم؟ أن يتمسك الإنسان بدينه، أن يتشبث بعقيدته، أن يؤمن ويعلم علم اليقين أن هذا الأمر حق، وأن ما ذكره القرآن صدق لا مرية فيه، وأنه من أراد أن ينجو من يأجوج ومأجوج يجب أن يتعلم العلم الشرعي، يتعلم القرآن، يتعلم السنة، نعلم أولادنا هذه القصص. فلربما واجهوا يوما من الأيام أولئك القوم، ولن ينجو إلا من كان في صفوف عيسى بن مريم عليه السلام الذي يحكم الأرض في ذلك الزمان، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية وينشر العدل والأمن بين الناس. لن يقدر أحد على مواجهة يأجوج ومأجوج، سيهلكهم الله جل وعلا بأحقر جنوده، دود يسمى النغف، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قصة من القصص وعبرة من العبر وحديث من الأحاديث، نلقاكم وإن شاء الله إذا أحيانا الله عز وجل في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآننا يروي الفضائل قصة، من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت قصص روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أثر لها متدبرا، سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا، كالنور يخترق السماء بلا عنا.